إلى غيث. غيث أهلا بك من كيف. يعني الآن نتحدث عن مجموعة من الأحداث إن صح التعبير، كراسني ليمان تعود مرة أخرى إلى الواجهة بعد أن يعني نسينا اسمها لفترة طويلة. الآن كراسني ليمان يتم قصف مقر رئيسي للقوات الأوكرانية. حديث حسين الآن في روسيا أن هنالك خريف خطير أو خطر مقبل على المنطقة. ضعنا في التفاصيل لديك، وهل فعلا يتم حتى الساعة وفق الرؤية الأوكرانية سحب أو جر رجل الأوكرانيين للقتل في المناطق التي يتحشدون بها كما تقول روسيا؟ تحية طيبة لك رعد. هنا الرواية مختلفة تماما، حيث إن جئنا نتحدث عن ما تحدثت به الجانب الروسي، الرواية هنا تختلف، فإن ما قامت روسيا بقصفه أو محاولة قصفه وتصدت له الدفاعات الجوية على الرؤية الأوكرانية هو فقط كانت لأهداف مدنية، ولم تكن هناك أي استهداف لأي موقع عسكري. كما أيضا أشارت الدفاع الأوكراني يوم أمس عن أنها استهدفت أحدى المقرات الأمنية الروسية في منطقة لوهانسك في ضربة أذيعت في التلفاز الأوكراني، حيث أيضا شاهدت عمليات الدفاع الجوي الروسي وهي تحاول صد مجموعة من صواريخ سترام شادو الأوكرانية والتي باتت بالفشل على حسب ما وصفه هنا الجانب الأوكراني. هناك تقدم في الجبهات الجنوبية على الرغم من تباطؤ أو وقف التقدم ما بين الطرفين في منطقة منطقة كوبيانسك في منطقة خاركيف وأيضا في منطقة لوهانسك، حيث أن هناك التقدم أو محاولة التقدم الروسية هي باتت واضحة جدا وتحاول السيطرة على مدينة كوبيانسك وتحاول السيطرة على مدينة ليمان وأفديفكا التي أيضا هي تشهد الآن الصراع على قام بزيادة عدد القوات الروسية. هناك قام بمحاولات للسيطرة على المدن من محاولة حصار القوات الأوكرانية هناك. يتحدث أيضا يوم أمس الرئيس أو وزير الدفاع عذرا الأوكراني في تصريح له بأن القوات الروسية بالفعل هي تمكنت من وضع سد دفاعي قوي وحصين جدا لقواته هناك في آخر الشتاء الماضي، وهو الذي يجعل القوات الأوكرانية تحاول التقدم ولكن بصعوبة كبيرة. أيضا الجيش الأوكراني وعلى لسان رئيس الأركان العسكرية الأوكراني، حيث أشار بأن القوات الأوكرانية الآن بدأت بالتوجه بعد سيطرتها على قرية روبوتين بالتوجه إلى قرية فوفني وهي التي على طريق مدينة ميليتوبول والتي يحاول من خلالها أو ما ذكر أيضا من خلال أحد القراء العسكريين هنا في الداخل الأوكراني بأن القوات الأوكرانية إن كانت تتحدث بشكل صحيح وهي تتقدم بالفعل كما يصفه هنا رئاسة أركان الجيش الأوكراني، فإن أوكرانيا ماضية على السيطرة بالكامل على مدينة ميليتوبول في غضون هذه الثلاثة أشهر القادمة، أي أن القوات الأوكرانية تمضي قدما بصورة سريعة بعد اجتيازها للدفاع الأول الروسي عذرا. وهنا أيضا ما يشكك بعض من المحللون السياسيون والعسكريون بأن فعلا القوات الأوكرانية اجتازت الدفاع الجوي أو الدفاع الأرضي الروسي الأول الذي يعتبر من خطوط الدفاع المهمة والقوية للقوات الروسية من حيث شدة الألغام، حيث أيضا نشرت القوات الأوكرانية آلية تفكيك تلك الألغام من خلال إرسال مجموعة من الضربات الصاروخية البلاستيكية التي وصفتها أوكرانيا التي استخدمت الآن لأول مرة في تفكيك المفجرات عن طريق إرسال تلك الصواريخ عن بعد، وهي تقوم بضرب مجموعة ليست بالقليلة من الألغام، وحيث بعد ذلك تتقدم القوات البرية نحو القرى والمدن. هناك معارك شرسة رعد ما بين الطرفين، حتى هذه اللحظة لم تحسم لكلا الطرفين، هناك معارك بحرية ما زالت لفرض الهيمنة أو لفرض هيمنة القوات البحرية الأوكرانية على المياه الأقليمية الأوكرانية، وأيضا تسيير السفن البحرية التي أعلنت أيضا من خلالها وزير الموارد البيئية بأن أوكرانيا قد بالفعل أخرجت السفينة الثانية لنقل الحبوب باتجاه الممر المؤقت الأوكراني الذي فرضته مع مع الأراضي الرومانية. نعم غيث مناف مراسل القناة الإخبارية كنت معي من كيف، شكرا على هذه التفاصيل إن كانت الميدانية أو التفاصيل الخاصة بالحبوب وما إلى ذلك، شكرا جزيلا.